جده. الجده ده الموضوع اللي بيشغل رأي العام، رأيك في ايه؟ شوف انا دلوقتي ما بقدرش احكم في قضيه الا ما بشوف ورقها. تمام. انا عرضت يا خالد في اكثر من برنامج تلفزيوني، بقول يا جماعه يا فاشلين، تاني بقول يا فاشلين، هات لي قضيه الزمالك كسبها في الخمس سنين اللي فاتت دول، قول لي قضيه واحده. لما جت قضيه كابرال احنا كنا مشينا، قلت لهم يا جماعه كابرال ملوش حق في نادي الزمالك، يعني ارجعوا لي. انا على فكره كنت نائب رئيس النادي، كان دكتور كمال لما حصل مشكله كابرال، وكابرال مشكلته انه كان بيتحدى حسام ابراهيم وهما لعيبه، وخدته انا في النادي اليوناني وقعدنا انا وكامل بطار وامير رفاعي والدكتور كمال درويش، وحاولنا يقول لك لا هو بيتحدى دلوقتي في الاتحاد بالظبط، هو نفسه مش هيتغير، هو كابرال مش هيتغير، هو يكره النجوم، هو ضرايب بيكره النجوم. فقلت لهم يا جماعه استعينوا بيا عشان راي شكينا وهو اللي هربان. كابرال كان معمول له محضر اثبات حلقه مره مرتين انه امتنع عن التدريب، وماتش المحله ما كانش راح، دي تترجم ويطلع على الفيفا. هو اللي يدفع، قال لك مش عايزين منك حاجه، نفس القوه دفع غرامه كبيره لنادي الزمالك زي ما دفع غرامه الاخ شيكابالا اللي عمال دلوقتي يتحكم في نادي الزمالك هنتكلم فيه دلوقتي، وهو يتصور انه فوق جماهير الزمالك وفوق رئيس نادي الزمالك، وهو طبعا ليه حق، لانه لما يتقال اصل هم ما رضيش، مش عايزين يقولوا الممدوح عباس اسرته هناك عشان ما يزعلش من شيكابالا، لا احنا مش في العزمه بتاعت بابي او مامي هنا، دي مؤسسه كبيره، انت راجل يا شيكابالا بتاخد 3 مليون جنيه وطول الليل في المونديك ها والبلو نايل. انا بقول هو شايفني دلوقتي مونديك بلو نايل، اصل عيد ميلاد، وانا حتى لما قلت لحسام ابراهيم يعني ما ينفعش يا جماعه واحد الساعه 4 الصبح عنده ماتش، وقال له بس كان مش عارف مين عزمه في عيد ميلاد مراته، انا مالي ومال مراته؟ في معسكر في الفريق، اشمعنى ده بطبطب عليه اقول مراته؟ هنتكلم فيه دلوقتي. فانا لما جيت في موضوع جده، اولا انا كنت معترض ان الزمالك يفجر القضيه بعد المنتخب، يعني بعد عوده المنتخب. انا عندي فرح ما اجيش في الفرح اضرب كرسي في الكلوب. ما انا اللي قلتها على فكره. هم ما فجروش، انا اللي قلت. يعني ما اجيش اضرب كرسي في الكلوب في الوقت ده، يعني كنت استنى الفرحه وبعدين. خلي اتكلم بصراحه، كله كان بيضحك على كله. كله مخطئ في هذه القضيه. اللاعب مخطئ. اتحاد اسكندري عارف هو عمل ايه. الزمالك عارف ان هو تعاقد مع اللاعب قبل الفتره بتاعته، والاهلي عارف انه لما تعاقد مع اللاعب انه كان متعاقد مع الزمالك، كلهم كانوا عارفين من الاول. فانا طلبت ملف وقلت يا جماعه انا خادم لهذا النادي، انا عاشق لنادي الزمالك، مش لازم ابقى رئيسه عشان اخدمه. طب يا جماعه اذا كان رئيس اتحاد الكوره اللي انتم بتحتكموا ليه لما حصلت له مشكله لجأ لمرتضى، فانت ليه مش عايز يعني هل تنتقص منك يا اخ ممدوح او يا تال ولا اسمه رؤوف ولا الاسماء دي هتنتقص منك؟ ان راجل كان بينافسك في الانتخابات، وهقول لك قصته ايه دلوقتي. بس في خصومه ما بينكم يا بيه الخصومه يعني. يعني الخصومه ان احنا نمسك بنادق نضربها في بعض، ولا لما يكون في مشكله في النادي تلجأ لي؟ او انا لو عندي مشكله انا لو رئيس نادي هقول لك حاجه، وانا رئيس نادي الزمالك اتعرض عليا ان ممدوح عباس عايز يعمل جنينه. موافق فورا، انا بقول لك في محضر الجلسه موافق. كلهم بصوا لي تقول لي ايه؟ ده هو ما عملش طبعا حاجه بعد كده يعني. انا بس عايز اقول للناس ان احنا عايشين في وهم، بقالنا من 2005 12 2005 عايشين في وهم. كل تبرعات ممدوح عباس لنادي الزمالك 5 مليون و100 الف جنيه، تاني اهو 5 مليون و100 الف، راجل بيتبرع يا راجل، ده انا يعني القروض اللي انا اقرضتها للنادي والفلوس انا اتبرعت ب 2 مليون اللي على قدي و3 مليون ونص قروض اللي مش عايزين يدوهم لي لغايه دلوقتي. خمسه ابويا تاني على مسؤوليتي. جميع التبرعات، التبرع اللي ما رجعش 5 مليون و100 الف، ادي واحد. نرجع لموضوع جديد. اكمل بس اكمل، ادي واحد. اثنين، انت النهارده مش خاطف نادي. النادي مؤسسه كبيره، في محمد عامر وفي مجدي شرف ومرسى عطا الله وفي ناس كتير يا جماعه مسؤولين عن هذه المؤسسه. فلما تيجي النهارده مشكله جده تيجي تقول والله يا مجدي يا شرف انت راجل مستشار، يا مرتضى يا منصور، يا ناس يا اللي بتفهموا في القانون خدوا الملف يشاركونا معاكم. انما انت راجل فاشل، كل مره تقول ايه هروح للفيفا ولا بتروح للفيفا، انا دول جرذان جرذان ولا بتروح يعني انت عمال تشتمهم. طب وبعدين النتيجه ايه؟ هنقول لك نتيجه، خلينا نكون بصراحه. انت نفسك قلت ان في اخطاء اداريه كبيره جدا من كل الاطراف في اتحاد الكوره. لا، اخطاء اداريه في اتحاد الكوره وماليه. تمام. طب انا دلوقتي راجل بودي العقود، بودي كل حاجه، والاتحاد لا ينصفني، ما بينصفنيش، ليه؟ اعمل ايه؟ عشان انت ضعيف. يعني انت لو عملت كده هتعمل يا استاذ الفاضل، انت ضعيف. ما انت النهارده راجل بقول لك رئيس اتحاد، ما هنرجع بقى رئيس اتحاد قاعد عندك امبارح اول عوده ليه؟ بدل ما اقول له يا اخي انت راجل بقى ظلمتنا واتحادك بقى يفوق والكلام ده، ايه الرشاقه دي يا سمير؟ يقطع الخط، وايه الرشاقه؟ انا مالي وانا اتجوز سمير؟ هو انا هبقى اوزنه؟ هو انت النهارده عندك ميزان؟
انا تالي ومال يا في مزار، مش وقت هزار يا استاذ الفاضل. انت راجل رئيس اتحاد كوره وانت راجل مختفي في 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 من المانيا اسبانيا اللي بتاع دي لانجلترا ولا اسمها لندن دي، بقالك شهرين ثلاثه وكل ما يجي موسم انتقالات تسافر. بدل ما اقول له رشاقه اقول له يا استاذ سمير فين لوائحك؟ قضيه جدو عملت فيها ايه؟ لجنه المسابقات بتاعتك. اكلمك كده بالراحه في موضوع جدو. اتفضل. انا جدو حسام حسن اتعرض عليه جده قبل بطولة الأمم، قبل ما بقى نجم وجي مضى هنا. أنت قلت النجم بيتغير، المذيع بيتغير، ما أعرفش الكرسي بيغير، أنت قلت كده. الشهرة بتغير. فأنا دلوقتي أنا جده باجي لك أستاذ المستشار وباجي أقول لك أنا حابب نادي الزمالك وعايز ألعب نادي الزمالك، وعلى فكرة اتعرض على النادي الأهلي قبل ما يبقى نجم، وكابتن حسام قال لك لا أنا مش عايز، أنا عايز وليد سليمان. تمام. فباجي على فكرة فترة القيد قبل ست شهور من نهاية العقد. السنه اللي فاتت 7/6 يعني 7/12 قبليها بست شهور. تمام. الزمالك تعاقد مع اللاعب، اللاعب راح بقى نجم، رجع قال لك انا مش عايز الزمالك وانا عايز العب بره. اتلعب في دماغه. انا عايز العب بره. تمام. ماشي. عمل اعلانات وانت عارف عمل اعلانات مع مين؟ كتير. ماشي. بعد كده الاتحاد قال لك لا انا عايز ابيعه ايه خارجيا ولن العب. لا يلعب. لا نلعب في عمل تصريح وقال لما اعضاء جماهير الاتحاد انا شفته ولبس فانيله الاتحاد وقعد يلف في الملعب ولف الملعب. تمام. الاهلي عارف ان في مشكله ان الزمالك هيقدم ورق في اول السنه ولا مش عارف؟ طبعا الاهلي عارف. عارف طبعا. تمام. وعارف متعاقد مع الزمالك. بالظبط. متعاقد مع الزمالك. فراح ايه عمل ديل ما بينه وبين الاتحاد وقعدوا ثلاث شهور يدرسوا الموضوع ده. ده على كلام الحاج محمد عبد الوهاب وهو قاعد معايا، قعدنا ثلاث شهور بندرس. وراح عملوا حتى في العقد قال لك ايه في حاله ايقاف اللاعب او في العقد كده او حصل حاجه او غرامه يتحملها اللاعب. تمام. بمعنى ان هو حط في العقد ده يعني ان انت عارف ان في حاجه هتحصل. بعد كده لاجي جده راح بدل ما يسافر بره راح لعب في الاهلي اللي هو الغريم التقليدي لمين؟ للزمالك اللي هو عايز الولد. عشان ما عندكش مجلس اداره. ايه ايه يبين في قوتك يا استاذ الفاضل. عايز اديك مثل. اتفضل. هاني سعيد مش ده اللي احنا عملنا له فيلم وقعدنا نجري وراه ومحمد عبد المنصف وخطف البتاع؟ بالظبط. طبعا. طب هاني سعيد كان متعاقد معايا انا. هاني سعيد جاب حوالي 14 مليون جنيه. هاني سعيد كان متعاقد معايا انا لانه كان فري 350 450 550 ده قبل ما يروح الاسماعيلي او المصري. كان في المصري. مش عارف مش فاكر مصري ولا الاسماعيلي. 2000 و تقريبا المصري اعتقد المصري. لانه بعد كده انتقل لاسماعيل. كان اخر سنه خلاص. وبعد ما مشوه عشان انا اللي جايبه وقف مكتب يسال خالد لطيف مالي عندي خلاص مش عايزينك مش مقتنع اللي جايبه جرينا وراه ب 15 مليون. شريف عبد الفضيل مالي معانا ب 300,000 اللي هو بيجري وراه ده. الاخير اسمه ايه اللي بتاع الاسماعيلي اللي هو حصل له المعتصم المعتصم سالم جه وقعد جه في الوقت اللي انت اعتقد كنت موجود يا خالد لما جه مع عمرو الولد اللي جه من من مصري. الاثنين جم في وقت واحد ومضى وخد وخلاص خدنا عقده ولما مشينا اتحلينا سلمنا العقود خلاص قال لك مش عايزينه. شوف بقى من 300 بيقول لك تعالى ب 10 و12 مليون. محمد عبد الله جابوه ومشوه وجابوه ومشوه. يبقى فين فين فين, فين الاخ خالد سعد وكلابالا واسماء اجوجو واجوجو لا في واحد اسمه كلابالا باين مش عارف كانوا جايبينه منين. ايوه اللي هو جه وما رجعش تاني اجوجو فين فلوس 30 مليون؟ النهارده نادي الزمالك يا جماعه محمد ب 240 مليون جنيه. يعني انا يعني اي حد بيجي بقى هيجي بعد الناس دي. فلما تيجي النهارده حسام غالي قلت هي جاي وخدوا الاهلي منك. جده خدوا الاهلي منك. محمود ابو سعود اسمه بتاع المنصوره خدوه منك. قبل كده احمد حسن اتاخد منك. مش معقول يا جماعه مش معقول نادي الزمالك تقولوه وبعدين نرجع نقول تاني. الاخ عدل كده طلع وقال اللاعب الوحيد اللي اتاخد من الاهلي هو عمرو زكي كان جاي من الطياره على النادي الاهلي مرتضى جابه على النادي الزمالك. لان في اداره محترمه بتعرف تدير. انت النهارده طيب. كلاعب بتثق اسمع بس بتثق في الاداره. بتيجي النهارده لاعب يقول لك ايه انا اروح ازاي ده الموظفين بقى لهم اربع شهور ما قبضوش. للاسف ده الحاله اللي احنا فيها. طيب. عشان موضوع عدل القيعي انا هطلع من عدل القيعي الكلام ليه كده بس قبل ما ترد عليا الاول تقول لي محمد هاني جدو انت عندك الخبر اليقين؟ لا انا ما عنديش الخبر اليقين بس هو طبعا بالضعف بالعربي كده بالضعف بتاع المجلس بتاعنا للاسف الشديد خلاص هو جدو هيلعب في الاهلي يعني. لا ما خلاص ما هو الزمالك مش عايزه. هو الزمالك مش عايزه. ما هو انت برضه يا خالد انا عايز في غرامه وايقاف. اسمع خالد لا غرامه لا ايقاف مش عايزه. انا اللاعب ده لما اتعاقدت معاه كنت عايزه اجيبه يلعب ولا اعذبه؟ لا انا عايزه يلعب مفيش حاجه اسمها قصه. طب الراجل مش عايز يلعب يا استاذ الفاهم كان يتعاقد معايا الاول ليه؟ قصه ان اي لاعب بقى اجيبه طب ما هو يتغرم بقى ويتوقف. اسمع بس مفيش لاعب بقى كل شويه اجيبه في الزمالك وبعدين اقول له اصل انا ما كنتش عايزه. لا انا عايزه.
انا محتاج اللاعب ده في المكان ده والا ما كنتش تعاقدت معاه. يعني انا مش ايه مش غرامه انتقام لا انا عايزه غرامه يلعب. لكن قصه اثنين لا خلاص انا ما كنتش عايزه عشان اللاعب مش عايزني. يعني بعد ما تتجرح كرامه الزملكاويه تقول ولا هو لاعب يقول لك انا مش عايز النادي ده او لا انا مش عايزه لا هو لا انا مش عايزنا للاسف. وما دام قال انه مش عايزنا يبقى خلاص القصه منتهيه. وبعدين النهارده حسام غالي برده قطعنا شوط كبير فيه دغدغه لمشاعر جماهير الزمالك المحترمه كل يومين يا جماعه صفقه سوبر في النهايه اتقفل. انا مش شايف سوبر.